لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين، فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد، أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها. نحن بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. قلب واحد، نبض واحد، قلب واحد، نبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، ألم واحد، أمل واحد. هذه أول خطوة، كونوا أنتوا القدوة، هذه أول خطوة، كونوا أنتوا القدوة في سبيل الخير بالكرم والنخوة، في سبيل الخير بالكرم والنخوة. عمل واحد، هدف واحد، الله. عمل واحد، هدف واحد، قلب واحد. الفريق السعيد كان آخر الفرق المستيقظة هذا الصباح، وذلك بخطة مدروسة من قائد الفريق محمد سعد. ورانا يوم طويل، وبكرة ورانا يوم بنطلع فيه مصاد فجر، فكانت عندنا رؤية بعيدة المدى في أن احنا نخزن ساعات نوم ونريح الشباب ساعات نوم، فهذه كانت خطة مدروسة صراحة بإشراف الكابتن مبارك، كل شيء مدروس الحمد لله، فريقنا وكله مرتب. هذا الأمر لم يلقى ترحيبا من قبل ناصر الخليفي الذي استيقظ منذ الصباح الباكر. الساعة 10 وشوي، وأنا من الساعة 56 دقيقة قاعد فوق تحت برا داخل، ما خليت مكان. الربع الله يهديهم قلنا لهم نبي نقعد الساعة 6، قالوا لا بدري، 7 بدري، 8 بدري، إذا 10 بالنسبة لهم بدري، للحين ما طلعنا، لكن آخر شيء احنا راح ننجز المهمة بإذن الله مع الفريق السعيد، هم ما شاء الله عليهم حتى لو طلعوا متأخرين إلا أنهم يكفون ويوفون وما يقصرون، وبإذن الله راح ننجز المهمة وعلى أكمل وجه. بالفعل كان تأخير الفريق السعيد له سبب مهم، لأن اليوم هو الموعد المحدد للمناقصة التي يتم فيها استقبال عروض المقاولين لبناء بيت دار. أنا أعتقد أن هذا المشروع من أهم المشاريع اللي راح تقلل نسبياً نسبة ودرجة الفقر الكبيرة جداً الموجودة في هذه الجزيرة.
وجدنا أن الجانب الأكبر من الناس إما لا يمتلك منزل ويسكن في العراء وهم كثر، أو من يمتلك منزل لكن غير قادر على إكماله، أو يمتلك أرض وغير قادر على تنفيذ يعني مشروع بناء منزل. وبالتالي من ناحية الاجتماعية أكيد سيعطي هذه الجزيرة المزيد من الاستقرار. أكيد على مستوى توفير فرص عمل هذا المشروع سيحدث نقلة، خاصة أن اللجنة كانت قد اتفقت مع المشاركين في هذه المناقصة على أن من شروط قبول أي مقاول توفير فرص عمل وتدريب شباب من أهل سقطرة في هذا العمل، في عمل البناء والمقاومة. حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، بذلول الغير ربنا يجزيكم بذلول الغير. نحن عملنا التصميم هذا أولا يكون أقل تكلفة، وثاني حاجة يتناسب ظروف الجزيرة، يتناسب مع سكن شعبي ومتواضع، غرفتين، ممكن يكون غرفة لرب الأسرة وغرفة للأولاد، مطبخ في حدود 3 متر في 3 متر مناسب إنه يعمل طباخ، ده وصالة للجلسة العائلية السكن العائلي. مساحة المشروع يعني 9 متر في 8 متر في حدود 80 متر مربع، وتصميم بأقل تكلفة لا يشمل الأعمدة لكن يعطي استدامة طويلة للساكن. وأي إنجاز لازم يتم المحافظة عليه، إذا كان صاحب البيت ما بيحافظ على المسكن فكيف بيستمر الاستدامة بتكون للساكن؟ فلازم صاحب البيت يعني حصل أي شيء يعني حصل لازم أول بأول يكون يتفاقد البيت، نعم، يعبد فيه صيانة، من ناحية الصيانة مثلا نوافذ موجودة لا يوسعها ولا يصغرها، فالصيانة ضرورية، صيانة مصعب البيت. والمحافظة على الإنجاز، الاستدامة هي المحافظة على الإنجاز، فهذا مهم جدا. ونحن العروض هذه عملناها على عدة نسخ وزعناها على المقاولين، والمقاولين قدموا لنا الأسعار، ونحن الآن لما بنفتح المظاريف بتكون كل مقاول سعره معروف، ونشوف الأسعار على المقدمة، ونشوف تراخيص مزاولة العمل هل هي مطابقة، فنعطي للشخص اللي هو قد مارس العمل من قبل وعنده ترخيص، عنده ترخيص عشان نكون احنا مطمئنين ان شاء الله ونكون في العمل. تمت المناقصة بحضور المهندس المشرف على العمل والسيد محمد واحي مدير مكتب قطر الخيرية في اليمن، وترأس الجلسة ناصر الخليفي. انا اوجه رسالة حق يعني للمتبرعين والمحسنين بأن هذا مشروع قد يغير حياتك وحياة أسرتك بالكامل بمجرد دعوة من مسكين أو فقير يحصل على هذا البيت، تأويه وتأوي أسرته وأولاده من العراء ومن الحر ومن البرد، أجر عظيم بإذن الله عز وجل، سوف تسعدك هذه الدعوة بإذن الله مدى الحياة. أنا مسلم وعقيدتي فيها التراحم والإخاء وبها من الخيرات. طبعا هدفنا الكبير جدا او الحلم خلينا نقول ان اولا التاكد من اننا وصلنا باذن الله تعالى الى افضل سعر للبناء في هذه الجزيره، وعلى افضل جوده باذن الله تعالى، وعلى مقاول مميز لديه كل المعايير لبناء مشروع بهذا الحجم وبهذا يعني المواصفات. وباذن الله تعالى امنيتنا واملنا وطموحنا ان نشاهد مئات حتى ربما الاف من المنازل التي بإذن الله تعالى المتبرعين راح يتبرعون لها، وراح تبنى بإذن الله في جزيرة سقطرة، خاصة أن تكلفتها بسيطة جدا. احنا نتكلم عن مبلغ تقريبا من 65 إلى 70 ألف ريال، يعني بدون مبالغة قيمة تأثيث غرفة واحدة في بعض المنازل في الدول الخليجية. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن، ويمكنكم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل: فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4، على الأرقام التالية.
إن عملية التنقل بين قرى جزيرة سقطرى المتباعدة تتم بصعوبة ومشقة كبيرة نظراً لغياب الطرق الإسفلتية والمعبدة التي تربط بين مناطق الجزيرة، لتستمر معاناة سكان الجزيرة في الوصول إلى عاصمتهم وأخذ احتياجاتهم منها. صعوبة التنقل وقلة السيارات ووضع الطرقات هي ما تتميز به جزيرة سقطرى التي تبحث عن منجأ لها. يقوم برسم طرق حديثة بطريقة مدروسة لا تؤثر على خواصها وتكويناتها الطبيعية. لم ينسى فريق الشجردية أول يوم لهم في سقطرى عندما اعترضت طريقهم صخرة كبيرة أغلقت عليهم الطريق، فأبوا أن يغادروا الجزيرة دون فتح الطريق الجبلي الذي يغلق مع نزول المطر. طبعا ذاك اليوم لما طلعنا إلى الجبل وطلعنا إلى وسط الجبل ما قدرنا نكمل لأن الأمطار سكرت الطريق ومنعتنا إحنا للوصول إلى قمة الجبل، وأيضا منعت أهل القرى اللي ساكنة فوق الجبل أنها تصل أو تنزل إلى المدينة في الجبل. فأثرنا إحنا فريق الشجردية، الإخوان ما قصروا، اتفقنا أنه إحنا نجيب أحد الإخوان مع الشيول أنه يفتح الطريق للإخوان يمهد الطريق. بعد كم ساعة إحنا وصلنا هنا يا شباب؟ تقريبا أكثر من ساعتين ونص لين وصلنا لهالمنطقة. ونذكر إخواني أن هالشيول هذا راح يساعد الأخوان اللي موجودين في القرى اللي فوق الجبل في النزول لقضاء حاجياتهم من المدينة، وخاصة اللي بحاجة إلى أمور عاجلة مثل المستشفى. الأمور هذه أكيد هم بحاجة إلى أن يكون الطريق مرصف وقابل للنزول. المشكلة اللي واجهناها في هذه المنطقة بالذات والله شوف، احنا طلعنا وكانت أساسا التصميم الطريق كان جدا ضيق، يعني يدوب سيارتين ها، يعني الواحد بيزحف للثاني عشان إيش يقدر يعدي. الآن وصلنا المنطقة هذه بدون ما نلف الحبيب يجيب أبو عمر، وصلنا المنطقة هذه طبعاً الآن حتى الشاول بنفسه تعطل بسبب أنه في موطين، فالكفر بيدور محله، يعني بيدور في محله، وهذا سبب عدم مواصلة. لكن الآن انتظرنا كم دقيقة عشان نبغى الماء ينشف شوي. الآن إن شاء الله كما تلاحظون يعني الشاول ورانا والجبل قدامنا، والشيول يعني اللي هي الجرافة يعني بالمصطلح الآخر. نعم، ادعوا لنا أنه الأمور تمشي معنا ونشق هذا الطريق ويتمتع أهالي القرى اللي في الخلف بزيارة حديبه وبالذهاب للمستشفيات وللأماكن اللي هم يحتاجون. تابعونا إلى العمل. تفضل يا الشباب. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. قام السائق بمحاولات عدة كي يستطيع أن يجتاز المنطقة الطينية لكن بلا جدوى. حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، حبنا نهديكم قلبنا يفديكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم، ابذلوا للغير ربنا يجزيكم. أنا وياك الآن وصعدت معاك وواجهنا صعوبة يعني ما أدري كيف أوصفها، إن نحن نصعد فوق وننظف الطريق أو نمهد الطريق. شنو الصعوبة اللي واجهناها؟ ليش الشيول مو قادر يصعد فوق؟ لأن تحت التراب كلها تحت خلابة والتير يدور. خلابة يعني موية فيها. موية من تحت. إيه الرمل صار الطين. والتير حقه يدور ما يشتي إلا يعني تركتر. تركتر مسح. تركتر مساحة لأن الجنزير يعبر في. زين نحط حصى شيء ما ينفع. عمل لا ماش فايدة، إحنا هذا الصبح ماش فايدة. شنو الحل يعني؟ إحنا جينا هنا ساعتين ونص. نرجع بعد. والله أنا عملت دي على يدي والباقي إيش؟ طيب أنا مسحت لكم من الخط من هناك دي عرفت تمسحها، لكن لا أنا عجزت عليه لأن تحت دايرتور. إحنا زين هل في مجال إن ما نمسح هنا؟ بس أهم شيء نطلع الشيول فوق المرحلة الثانية. حاولت ماشي ما أطلع فوق وبعدين مسح على تحت. ماشي حاولت إني طلعه يدور التاير ماشي فايدة. يا ما في إلا ننتظر شوي. أنا من الصبح أنا من الساعة 8:30 وأنا أحاول إحنا هذا ماشي فايدة. يعني الان اتضح انه الارض يعني رطبه وانزلاقات والتاير ما يدور. فيما لو نزلنا
واخذنا تراب من الناشف، تراب الناشف اللي هو بالحصى وبالهذا، وجينا ورصفناه هنا على على المنطقه. هذه منطقه ما فيش حتى كم 10 متر يا شباب ولا كم، اقل من 10 متر. يعني ما اعتقد ان هذه توقف عائق امام مشروع كبير للمئات الاسر اللي اللي اللي, اللي في الخلف الجبل، يعني يبغوا يودوا مرضاهم لمستشفيات حديب ويبغوا يتبضعوا ويبغوا، يعني نحاول شويه على الاقل لاجلهم. يعني احنا زمان لما تغرز عندنا سياره في الطين، كل ما دي نحط حجر تحت التاير يطلع فوقها او خشب. هذا طبعا ما فيش الان، لكن ممكن الحجار، هل تنفعك الحجار هذه لو حطينا لك حجار؟ انا مسلم وعقيدتي فيها التراحم والاخاء، وبها من عادل لامي ركب الجرافة محاولا مساعدة السائق بالبحث عن طريق للمرور من هذا المأزق. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أوصيكم إخواني بتقوى الله ثم أهل هالجزيرة هذه، كملوا الطريق من بعدنا. يلا روح شهيد في سبيل الله. يلا يا كريم. يلا يا كريم السلامة. لا إله إلا الله. أنت من أول سقطرة. هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، هذا أخي، ذاك الذي فقد الحياة. عملنا أكثر من محاولة والحمد لله، للأسف باءت بالفشل نتيجة أن الأرض مملوءة بالمياه، فلم نستطع المرة تلو المرة تلو المرة، وهذا كله جهد يعني يستنزف. لكن وعدنا الأخ سائق الجرافة والشيول إنه سيقوم بالمحاولات لحين الأرض ما تيبس شوية والشمس يعني تواصل نشفانها للأرض، وإن شاء الله نعود مرة أخرى ونمشي على هذه الأرض بعد أن، وهو هذا حل مؤقت يعني بالنسبة لنحن نصل الأرض بالأرض ونصل إلى القرى الصغيرة اللي هي خلف هذا الجبل. لكن نحن من هذا المكان ومن هذه المحاولات اللي شفتوها، واللي للأسف كل ما جاءت المطر كل ما اختربت هذه الطرق. ندعو الله ثم ندعو أهل الخير، من يجد في نفسه المقدرة على أن يربط أهل القرى بعاصمتهم، بمستشفاهم، بأطبائهم، بأسواقهم، بحياتهم المعيشية المرتبطة بالعاصمة، أنه يرصف هذا الشارع، يعني وهو شارع يعني إن شاء الله سيكون في ميزان حسناته وسيذكرونه أهل سقطرة أجمعين إن شاء الله بالدعاء. قولوا أمين يا رب. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، أمل واحد، وضع الطريق وصل لحد شبه المستحيل، لأن الشاور رجع ما قدر يوصل هالمرحلة لأنه في طين وقاعد التاير قاعد يزلق ويفتر على نفسه فما قدر يصعد، والوضع هني بعد أيضا جدا مأساوي. لكن احنا فريق الشقردية إن شاء الله ما راح نيأس، أملنا بالله سبحانه وتعالى كبير، راح نخلي الشاور يريح اليوم وأيضا الشمس شوية تنشف الأرض المبللة، وإن شاء الله لنا عودة بكرة لاستكمال الطريق إن شاء الله. احنا في شبه استراحة الآن، واتفقنا مع الشباب إنه إن شاء الله ما احنا مأيسين، وهدفنا إن شاء الله سامي جدا إنه نجعل أهل القرية اللي عايشين هناك يعني يتمتعون بهذا الطريق ويستخدمونه للعودة إلى المدينة تحت ولقضاء حوائجهم إن شاء الله. طبعا زي ما انتم شايفين المسار متعطل تماما مع قلة وضعف الإمكانيات، إلا أن الشباب في الشقردية بإذن الله صامدين، وبإذن الله بنرفع علم قلب واحد في القمة إن شاء الله. تابعونا إن شاء الله. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن.
ويمكنكم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل. فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4، على الأرقام التالية. قلم واحد، أمل واحد، عمل واحد، هدف واحد. لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين، فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها. نحن بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. بعد المشاورات قرر فريق الطيبين سقف بيت الرجل الذي يسكن في قرية سنجيرة. ما شاء الله، حين بدوا أشوف البنيان. نعم. بنيان الغرفة، قصدي البيت، يعتبر لأنه عبارة عن بيت فيه ثلاث غرف وحوش. احنا تكفلنا كمجموعة الطيبين بتسقيف البيت. بتسقيف البيت. نعم. والله صراحة مشروع جميل، يعني مشروع صراحة ودي أنا، وغير مكلف أيضا. غير مكلف، يعني احنا كلفنا 500,000 ريال يمني، بما يعادل يعني 7,000 ريال تقريبا. 7,000 ريال قطري. نعم. فوالله أنا أشوف في كثير من البيوت، لو تشوفون البيوت هنا كلها ناقصها سقف. يعني ممكن نسوق لقضية بناء السقوف. أيوة. في مدينة حديب، لأن كثير من الناس ما عندهم فلوس يكملوا، عندما يبني البيت ويصل إلى مرحلة السقف يكون قد يعني أفلس. نعم. ما عنده. أيوة. ينتظر سنوات طويلة لكي يبني هذا السقف. وفي أيضا سقف مسلح ممكن يكون، إحنا والله بالخشب، خشب إن شاء الله بيكون أرخص. يعني. أرخص يعني. نعم. وأسرع. أسرع. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. بادروا للخير وارسموا البسمة. سلسل مبلغ زيادة إذا تبغونه مسلح. مسلح طبعا يكون أثبت صراحة وأنسب، لكنهم طبعا بيوفي بالغرض الخشب، لكن زاد الله من زاد. أيوة، هذا واحد يعني إذا بي، فهي المبالغ يعني بسيطة جدا شيخ خالد. عندنا تقريبا يعني إذا قلنا بيت مثل هذا ب 800 ريال يمني، كم يطلع يوسف تحاسب؟ 800,000. 800,000 يعني تقريبا في حدود 10,000 ريال. 13,000. 13,500. 13,500 تقريبا. يعني مبلغ انت بتؤوي فيه اسره كامله وتساعدهم فيها يعني. نعم. احنا والله كان بدنا نشارك بس ما اظن حد يقدر يطلب. خلي علي. قلب واحد، نبض واحد، قلب واحد، نبض واحد. صراحه قمنا برفع الخشب وبناء الاساس. طبعا الاساس من فوق، احنا ما لحقنا على شيء، بس الاساس اساس السقف. والحمد لله على كل حال، وبشركم باذن الله ان الرجل هذا بعد 4 أيام بيسكنوا ويا اهله ان شاء الله في هذا البيت ان شاء الله. ونحن نشهد لهم بكل خير، جمعيه قطر الخيريه بكل خير نشهد لهم
انهم قدموا يد العون والمساعده لابناء سقطرى جميعا، ونقولهم من الظروف الطبيعيه الى منازل سكنيه يسكنوها. هذا اخي، هذا اخي، هذا اخي، هذا اخي، هذا اخي، ذاك الذي فقد. احنا جينا الصوب شفنا الوالده الله يحفظها ان شاء الله، تقول ان انا بيتك باقي ايش؟ سور سور. سور. سور من هنا؟ سور. لهنا. عندها ثمانية يتامى وعندها تبغي بس نكمل لها السور عس بيت يكون كامل يعني. عس مستور البيت يكون. فهذا ما أدري في حد له في المقاولات يقدر يقول لنا كم ممكن؟ معلم طلع تقلق. معلم كم ممكن يجي قول لي؟ علي وكعادته كان أول المتعاطفين مع العجوز، وأعطاها الموافقة بشكل مباشر، وأصر على فريقه بتبني المشروع. 52 أكيد يعني. خلي ابني. ها؟ خلي ابني. والله إنه خلي ابني. والله هذا العجوز ما تخاف. نشوف الميزانية. الميزانية عاد نشوفها بعد. نشوف الميزانية. هاي الميزانية بواجد. 52 هي بواجد. يفعل منا كم؟ يفعل منا كم؟ أنا واش؟ يفعل منا كم؟ أنا واش؟ والله شوف يعني توعدوا منا. ميزانية. هي بالناس. أنا طالبك طلب. إيه طلب. مو مسألة شيء، إحنا عندنا مبلغ عائلي. ميزانية. ميزانية معنا اللي فيها. صرفها هذا. لا ما صرفها. صرفها والله. أصبر يا رجل. يفعل منا كم؟ أنا واش؟ قل له لا. لا أصبر. لا لا مهم كل عام. شوف شوف بقولك شيء شوف هذا. لو نخلي افطار رمضان لين نجي الدوحة احولها حوالي. خلاص تم تم 252 يلا خلاص من بكره يبدون الشغل. يلا الله يجزاك بكره اشتغل هنا ولا تعال الفندق نعطيك فلوسك. بس خلاص ما عندنا ترى مبلغ اكثر ما عندنا. احنا بنشوف الان اماكن ثانيه. اخي انا مسلم وعقيدتي فيها التراحم والاخاء وبها من الخيرات ما. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن، ويمكنكم التبرع عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل. فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4، على الأرقام التالية. السائق دار هو أحد الأشخاص المرافقين للفريق السعيد في جولاتهم، ولأن الأقربون أولى بالمعروف أراد الفريق تحقيق أمنيته. طبعا احنا الحين راح نسوي مقلب، موقف، مفاجأة، سموا اللي تسمونه. المهم ان الفريق السعيد حبك الفكرة ودرسها دراسة في الأيام الماضية، والآن حان وقت التنفيذ. الفكرة باختصار ان عندنا صديق اسمه دار، هو من سكان سقطرى وهو السواق المرافق لفريق سعيد طول الايام اللي احنا نصور فيها. فكانت عنده مشكله انه بدا ببناء بيت وهذا البيت توقف بسبب عدم قدرته وما عنده فلوس يكمل البيت، فالبيت وقف من تقريبا 6 أو 7 شهور من الان بالشكل اللي انتم شايفينه عليه. فانا سويت المقلب في دار، قلت له يا دار احنا كفريق الفريق السعيد نبي نزور بيت سقطري ونبين للناس كيف يبنى البيت السقطري فقط من باب الثقافه العامه. وقلت له خلي الكلام بيني وبينك، لا تقول حق الشباب ان احنا بنروح بيتك، لانه هو اقترح لي اكثر اقتراح. انا قلت له تعرف بيت وقف؟ قال انا عندي بيت لكن بوديك مكان ثاني. قلت له لا نبي نروح بيتك بس بشرط ما تقول حق ناصر ولا حق ناصر ولا حق نايف ان احنا بنروح بيتك، وخلي الموضوع سر بيني وبينك. فهو يعتقد انه هو وانا مسويين مقلب في الشباب وخاشين عليهم، لكن في الحقيقه اللي بياكل المقلب كله والموقف كله هو دار سواقنا. لان في نهايه القصه بعد ما نخليه يشرح لنا عن البيت وكل شيء راح نفاجئ ان احنا باذن الله تعالى كاعضاء الفريق السعيد راح نبني بيته بالكامل. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. عندش في موضوعنا مساء انا اسالك اقول لك من البيوت اللي في سقطرى كلهم يعني ما يبنى الا على هالبيت، ليش هذا البيت اخترته؟ لانه صغير، واحنا قلنا لك نبي نشوف ليش بنيان اهل سقطرى يوقف على السقف. في بعض البيوت 3 سنين سنتين ما في سقف، ليش؟ ظروف الناس صعبه شويه والناس تجمع من هنا ومن هنا عشان تبني البيت.
واحد يشتغل في البحر يجمع، واللي يشتغل في المراعي يجمع. انت ايش تشتغل؟ انا اشتغل بالسياحه. هذه سيارتك؟ لا مش سيارتي هاي. سيارة من؟ هذه سيارة حق صاحبي. بس حق سيارة صاحبك كل يوم طلعنا حصى ونازل وطالع. كسرت يا شيخ كسرت. هذا عمل هذا مخصوص. طيب يعني بعد تاخذ الاجار؟ اخذ الاجار واشتري واشتري وبني. ايوه هذا السقطري. بس انت من السياحة تعلمت اللغة الانجليزية. طيب ندش نشوف دار بما اننا من سقطرة. أيه. راح يشرح لنا شلون يبنى البيت في سقطرة وشلون يوزعون الغرف وليش. اوكي كم يكلف؟ ممتاز. بما انك انت الان نجم سقطرة الاول الكل يعرف دار، وانا اشهد لك راح تكون مذيع سقطرة الاول. اول ان شاء الله باذن الله. بسم الله. امتعنا امتعنا يا ابو سقطرة. يلا بسم الله. دار ايش تميز فيه البيت السقطري؟ بعض الناس يبنون بحجر وبعضهم يبنون بردين. اللي يبني بالحجر عنده راس مال. يعني هذا راعي البيت عنده راس مال لانه في حجر. لا اول الساس هي الساس يبني بالحجر عشان يمسك. حلو. بعدين بعدين بعد بعدين يكبس البيت كامل لاطراف البردين. ايوه حلو. تنكبس. حلو. هذا بردين؟ بردين. بردين طابوق. اول دفاع يعني طابوق. طابوق ممتاز. طابوق. زين دار هذا ما البيت ما اكتمل، ليش؟ ما في امكانيات. اول يبني النص. بعدين ثم يسقف، بعدين الثاني يبني اذا زين. بس مبارك دقيقة ترى البرنامج قرب يخلص شوية، أرجوك في الأسئلة. قال لك من قبل خمس دقائق إن الرجال ما عنده إمكانيات، وقف البيت راعي البيت. لا ترجع تسأله الرجال هذا ليش كذا كذا كذا. دار كت. طيب أوكي إنزين مبارك. دار هذا الشخص من متى باني بيته؟ باني بيته من أول سنة. أول سنة يعني كم؟ من سنة. من سنة. من سنة واقف. من سنة من سنة بنيها يبني على شوي شوي. سبحان شوي. الله مثل النملة. حبة حبة. حسب الظروف. حتى لما يحصل على 10 كياس 5 كياس يبني فيها كملت يوقف. زين حد يساعدك بنيان يعني أصحاب. إذا أنت جيت بتبني أو صديقك بيبني أو أخوك بيبني. يساعدونكم في البنيان ولا تجيبون لكم شركة تبني لكم ولا منو؟ لا ما حد، كل واحد يساعد معك. أصحابك يساعدك. ده صاحب يقدم لك وده يقدم لك شوية. طيب. ونحن نشتغل واحد يشتغل سيارة. يعني نفسها للبحر ليو بيبنون لهم محمل كل واحد يساعد. تدري شوي شوي. بس بسعيد أنا عندي سؤال. ولا بيبنون لهم بيت. يا غبي يا ذكي والله يستر. هذه الأرض منحة ولا؟ يشتريها عادي يشتريها من. كم تتوقع سعر الأرض هذه تقريبا؟ ما هي تختلف الأراضي، في تحصل ب 300 ألف، في تحصل ب 200، وفي بعض الأحيان يعطيك دعم. هذا تقريبا الدولة. لا منش من الدولة، من مالك الأرض. هذا تقريبا. يعني التمر. لحظة يتصدق فيها. يتصدق فيها. يعني يكون واحد من سقطرة ظروفه زينة. ظروفه صعبة. فيعطيها لواحد ثاني محتاج بلاش. موجود هالشيء؟ موجود. أسئلة ناصر لم تكن مزعجة للفريق السعيد فقط، بل كانت مزعجة لدار أيضا. طيب دار انا قاعد اشوف البيت طريقته غريبه شوي، ما فيه اساس خلاص. انا صاحب البيت ما حصل مسكين بنى على قدر الحال. طيب المكلف يكلف يكلف لهذاك. طيب السقف كيف يوضع؟ ممكن نحط سقف مثلا خرسانه قويه؟ اي سالت المقاول يقول لك، لما تسال المقاول يقول لك انا كنت ابني بدون كسر يبني له صاحب البيت دار. قال عادي مش مشكله. دار هذا كم المده يعني وراح يخلص البيت؟ مثلا شهر شهرين سنه؟ يا اخي قال لك حسب ظروف الرجال. زين لو ها غني انت تنام. طيب 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 سؤال دار. تكمل دار انت سمعتنا كلنا نسال اسئله صح؟ يا اخوي ايش رايك في اسئله ناصر؟ زين صبر صبر صراحه صدقني يقول صدقني رجعني لا انا امشي لك قدام ويرجع لي ورا. زين شيخ زين اذا في امكانيات موجوده باسبوع كملت. باسبوع لو كله توفر. هذا السؤال الجوهري يا ابو اسد. اللي قبله اللي قبله رايح. شكرا. قلم واحد امل واحد عمل واحد هدف واحد.
لقد حققنا نمواً متميزاً منذ انطلاقتنا قبل بضع سنين، فقد قدمنا منتجات وخدمات أكثر لعملاء الجدد أكثر مما تقدمه بعض الشركات طوال حياتها. نحن بنك بروة، أسرع البنوك المتوافقة مع الشريعة نمواً في قطر. المهم 400 450 هذا السقف، هاي السقف مع الأمة الحق، والبيت كله مع الطابوق قلت لي 2 مليون، مليون و500 مليون 60 إلى 70. خلاص شرايكم الحلقة. شرايكم احنا نشوف البيوت الثانية علشان تكون عندنا خبرة، يكون عندنا خبرة صحيح. ونعرف ان هذه البيوت تكلف علشان اللي قدمناه كمقترح صحيح صح. بس دار يصلح مذيع، دار نجح. Do you want to be TV presenter? No. Why? Why? We didn't speak more. Allah. You don't speak more? Allah. Yes. This is more than more. No. طيب اوكي. المهم الحين ايش رايكم ابو سالم سعدون بو نهار؟ الموضوع عندكم الحين، الكرة في ملعبكم، ايش رايكم ان الفكرة هذه ولا من يصير مذيع؟ يعني تقصد من يصير مذيع؟ من يا جماعة الرجال هذا بيصير مذيع كبير. اوكي صراحة انا اعتمدت البيان اوكي سبورت، هذا بيكون باذن الله في يوم من الايام مذيع كبير ان الدقمه قويه. وهذا الشخص مشهور جدا في سقطرة ومن اشهر الناس، وفي جولتنا كان من اهم الناس لنجاح معظم المهام الصعبه اللي سواها الفريق السعيد. اوكي باختصار يا اعضاء الفريق السعيد، هذا البيت اوكي هو بيت دار، وفريقنا راح يبني له بالكم. فيها التراحم والإخاء، وبها من الخيرات ما يشفي صدور الأشقياء. فاستعصموا بالله والتجئوا إلى رب السماء، كونوا سواسية ولا دار. من أول ما جينا من الساعة 6 الصباح هو معانا لين 2 بالليل، ومن مشوار لمشوار ومدة أسبوعين تعبناه وبعدنا عن أهله لمدة أسبوعين، ويستاهل. وهذا للساعة 2 في الليل يقعد؟ اي والله والله للساعة 2، هذا أقل شيء نقدمه احنا كفريق السعيد. تقعدون وياي وبتروحون وانت تستاهل. شكرا يا ابو سعيدة. شكرا لك والله، ابتسامتك تسوى الدنيا ما فيها اكثر. كونوا سواسية ولا تتفرقوا، كونوا بنا. والله ما كنت توعدنا عدنا فكر كيف يبنيها، كيف يبنيها قبل ما يجي الريح. بعد شهر يجي الريح وتتهدم كلها، اذا ما سقفها تتهدم كل الارض، ما عاد يبني من جديد. لكن بفضل الله ثم فضلكم. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. كلكم شاف طريقة الحجر وطريقة الناس كيف يجمعون الحجر. يعني احنا نتجول في المنطقة لاحظنا انهم يجمعون الحجر والحجر متوفر، فقط هم يريدون اسمنت حتى يبنون بيوتهم يعني ويكملون بنيانها. لما نسألهم عن طريقة السمنت وعن تكاليف السمنت، والله يا اخوان يعني دراهم بسيطة ما تكلف شيء. هذه الدراهم لو تفكر فيها والله قد تكون لك الجواز على عبور الصراط يوم القيامة. لمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الخط الساخن، ويمكنكم التبرع
عن طريق إرسال رسالة نصية برمز فريقك المفضل. فريق الشجردية الرمز 1، الفريق السعيد الرمز 2، فريق الطيبين الرمز 4، على الأرقام التالية. حياتك قبل وبعد الزواج؟ ركب ممري ثاني. عيش العيش زاد لا استقرار، يعني نتكلم عن استقرار، الواحد يبحث عن استقرار وكذا، وجدت في زوج والله الحمد، وعيش ولحم وخير. اللهم لك الحمد. شو اللي استفدته من مركز اعداد؟ سوري مركز اعداد هو اعتبره انطلاقه صباح الكبار، يعني على راسهم الاستاذ عبد الرحمن الحرمي اللي اعتبره يعني شخص اضاف لي الكثير في حياتي. استاهل. صقلني صح وهيأني للحياة اللي الآن قاعد أعمل فيها. اللهم لك الحمد. ليش تزوجت مبكرا؟ سؤال مهم، لأن أنا حسيت أن أنا قادر على الزواج والآن السن المناسب للزواج. يا سلام يا سلام. الله يبارك لك. الله يبارك لك. اللهم آمين. الله يبارك لك. شنو يعني لك دكتور ربيع الكواري إعلاميا؟ اللي هو والده. نعم. الوالد هو القدوة، الموجه، نصايح يوميا، يعني يوميا يوجهها لي، متابع لكل حلقاتي اللي أقدمها، متابع لكل الأشياء اللي أقعد أسويها، فتوجيهاته جدا مهمة بالنسبة لي. هو يعني له دور من بعد الله سبحانه وتعالى، هو وأمي الله يحفظها في دعواتهم وتوجيهاتهم لوصولي لهذه المرحلة، وأنا أقول توني في البداية، الطريق قدامي طويل. الله يوفقك إن شاء الله. اللهم آمين. مبارك مبارك تاج راسي والله. أيوة كلنا نقول كذي إذا حد بيسألنا. ليش وديتني روبي؟ مبارك عنده سؤال ثاني. يا قلنا أكثر. ضبطه أبو مبارك، ضبطه بسؤال. لا والله. كرفني قول. والله الصراحة يعني حياتك بعد ما دشيت الإعلام شلون تشوفه؟ يا سلام يا ابو مبارك. الإعلام وليست الزوجية ولا هاي مالي أنا، الإعلام. هو مجرد أنك تنتقل من شخص عادي إلى شخص يعني يعرفون الناس وكذا. مشهور لا تستحي عادي. يعني نقول مشهور. لكن أنا أعتبر توني أنا، مو بنفسك يا أبو سعدون. لا لا إن شاء الله أنتم خير وبركة. إن شاء الله. غيرت في حياتي الكثير. أكون مسؤول أكثر عن تصرفاتي، أكون على طبيعتي، ما تصنع أي شيء إن كان في البرنامج أو حتى خلف البرنامج. أحس إن هالشيء اللي الآن انضاف لي أنا كإعلام وكشهرة صارت علي مسؤولية الآن تجاه مجتمعي، أقدم رسالة، أقدم أمور كثيرة من ناحية هالعمل اللي إحنا مشاركين فيه. هذا جزء من مسؤوليتي الاجتماعية للمجتمع، واجب علي أني أنا أقدمها له وانت قادها إن شاء الله. الله يجزاك خير. صباح، أنا متشرف أني ظهرت معك بلقاء على قناة الريان قبل، وشهادة لله ثم للتاريخ أنك مذيع أنيق ورائع. بيض الله يجزاك. لكن أبي أعرف من المذيع الرائع أو أفضل مذيع في قناة الريان؟ أفضل مذيع في قناة الريان أو مقدم برامج؟ يا أخي خلاص يا أخي، لا تجاوب يا أخي، لا تجاوب يا أخي. لا لا بدون مجاوب، بدون مجامله. هذا سؤال دمي. معروف. افضل مقدم برامج سعد العتيبي. شكرا انك اتصلت. لا ابو مبارك غير، ما تقدر تقول بدون مجامله. ابو سعدون، مجاملات. يلا دش. صراحه مبارك تزعل من جوابي؟ قسما بالله لا والله العظيم. ما عليكم ابو سعدون. ناخذ اتصال يا شباب. بس والله ما كانش العشم يا شيخ صباح. ما كانش العشم والله. ناخذ اتصال. ما كانش العشم. لا ما يزعل من جوابك. صباح ناخذ اتصال. يلا نايف. معلش الاخ في نيروبي، ما في قطر. شريحه. تفضل. بماذا يقضي وقت فراغه صباح؟ اذا كان في وقت فراغ. الله. دي سباك. كبير. اقسم بالله كم انت جالس فوق الغصني. ما شاء الله. في شيء مهم انا دائما حريص عليه، اللي هو صله الرحم. يعني جد انا قربت تو من سنه عرفتك. جدي وجدتي ما عليك انت، ما علينا منك انت. جدتي الله يحفظها، ما عندي الا يد واحده.
ام علي ويدودي الاثنين صباح محمد بن يوسف، هذيلا من اللي دائما تحرص على صله الرحم القريبه. هذه اقول لك يعني هذه دش 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 تعرف ليش؟ صباح حبيبي هاي انتقدك الحين شو يصير لك وسعدون خوان؟ ها؟ محمد سعدون؟ يا صباح 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 انت الان اللي تقود الموضوع يلا ابراهيم 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 عشاني عطني بعلقها على لا لا اتنشن بليز صبر صبر حزام مصارع هذا ابراهيم ابراهيم يلا الله خلاص شيخ محمد والله ابراهيم يا اخي اقسم بالله كلام ابراهيم بتكلم الحين محمد محمد سالني الشيخ محمد ايش يصير لك؟ محمد ابوه ولد خالة ابوي عادل كم عمرك صباح كم عمرك؟ عمري؟ ايش طاسه عشان قال لك كم ساعه يعطيك بالدقيقه لا اشوف التاريخ صراحه 2/7 كم من 22 سنه 22 ما شاء الله يعني اصغر مني شوف ما قال ليش تقولون لي اصغر واحد عادي متقبل روح رياضي والله انكم واحد منكم فيه كبير يا ابو ربيع شعورك وانت شعورك وانت هوك هوجن يلا يلا صباح والله عندي سؤال جدا جميل حلم دقيقة حلم ما أقولك ما ودك تحققه لا حلم وحققته ما هو حلوة عرفت شو كذا والله متابع مع الخادم كذا عجبتني باينة الكلوزات دي طيب إيه شنو حلم حققته الجواب الأرض أنا عارف شوف حققته حلم حققته يعني بنشوف الشعور اللي ذا وإيش الحلم اللي مسوي لك إنك تصير إعلامي اللي اسمه حلم إعلامي مو بحلم الحلم ما حققته الحين ليش ما حققته هاي سؤال ثاني هاي سؤال ثاني سالم حلم حققته انا ابغى دقيقه ما عندي حلم حققته احلامي للحين ما حققته اقول بلنتي وضاع اي حاجه بصرفها لا 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 ما حسس سؤال نقيب ابراهيم نقيب لا والله مو مني ترى والله من الحزام اللي ماسكه ابراهيم نقيب بالنيابه عن فريقي ورغم انك هزأت ساعتي حزام المصارعه ابدع جابي في مستواك اليوم جدا مرتفع مرتفع الحمد لله احلى ديسلايك بحسين اعطينا الساعه بس ارفع شويه من مستواي بحسين حبيبي حلوه والله زين سوى فيك اللي خلوك ومشوا عنك تفضل بحسين حبيبي دور عندك صباح ربيعة الكواري زاد اعتزازي بو اكثر ما اسمع ما اسمع في فيلم وثائقي ابراهيم اعلان اعلان صراحة يعني اعتزيت فيه مره ثانيه ما من اول ما جاء من طلاب قناة الريان في الدورة اللي عملناها لهم في الجزيرة عملتها لهم شرفت فيه دورات. الآن زاد اعتزازي فيه بهذه الفترة اللي احتكينا فيه وعرفت منهم صباح ربيع الكواري اللي أثبت فعلا أنه شقردية برغم الخيانات للقيادة والنائب القائد اللي صارت اليوم قصة ولا سؤال ها؟ قصة ولا سؤال؟ سيبوا احنا الحين بنوصل فارس روح شيخ صباح باختصار من احنا الأربعة يعني من اللي وقف معاك وهم نازلين في الجبل؟ واضح هي ما يبغى لها كلام رجع الساعة دقيقة عشان المستوى يرجع بس رجع الساعة بيقول هو يعني موقف الشهامة هذه ما ياتي الا من رجل شهم اقسم بالله ما عرفت المذكر لحظه 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 يا شيخ موقف الشهم يطلع نفر مهمه ثلاثة شطك كل اللي وقف مع الثاني هو اللي جاك وانقذك السؤال صراحه اقسم بالله خليه يرد هو اللي يرد بس انا طالب غير السؤال غير السؤال زين رابع زين هو اللي ينقذك عيد تقول دقيقه فول تارين يا شباب والله ان اقسم بالله انا اتحدى اجاوب انت صباح جاوب ما يعرف يجاوب دحين يقول الوضوء يلا بحسين بحسين احيبي غير السؤال غير السؤال صباح لو خيرتك ان تختار احدنا بين القائد والمساعد اللي يتامرون في الغرفه لوحدهم علينا وحكم الرايه وبين كبير والله قالوا كبير من وقف معك في الشجر هذا الحجر الشجرة وما شعورك عند طيحة عادل لامي وعند طيحة إبراهيم النقيب تعرف أول شيء إيش قلت؟ نعم قلت الله فوق الله فوق في الحلقة القادمة يا حبيبي ما نطولها وهي قصيرة مسألة سالفة والله لازم أكبرنا عمر يتكلم هذه كذبة انتشرت بين فريق السعيد
يجون قدامنا لا والله لازم الكبير يتكلم. لما نروح السمرة بالليل حتى هم يتجاوزون على الكبار بالمناقشات وهذا ونفس الحركات يعملوا، لكن إذا جوا عند فريق السعيد قالوا لا لازم الكبير هو اللي يتكلم هو له شأن. قلب واحد نبض واحد، قلب واحد نبض واحد. يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، يلا شدوا الهمة واصعدوا للقمة، بادروا للخير وارسموا البسمة، بادروا للخير وارسموا البسمة. أمل واحد، ألم واحد، أمل واحد، ألم واحد. هذه أول خطوة كونوا انتوا القدوة، هذه أول خطوة كونوا انتوا القدوة، في سبيل الخير بالكرم والنخوة، في سبيل الخير بالكرم والنخوة. عمل واحد هدف واحد، الله. عمل واحد هدف واحد، قلب واحد.